الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني تكون مودرن وتناسبنا حنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهدلة وقرف زي أشكالكم آخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا نتمشى، ودها تشارك بس. تاكم تبون متان به ربيع وخضار، به روت تخريم والعج، وتاكم تبون متان به طعوس، هذا بمرق الخرار بس تراه زحمة، وبوه متان ما يدلونه الناس جهة الغطغط. يا ابوي اخلص علينا، ايش قاعد تقول انت؟ خرخر وغطغط اهدى من كذا. نركب السيارة ونلفلف، نشوف اي تراب نقعد فيه، هذا هو البر. يا اخي ماني بشيء بعيد، نبي كذا اذا حركنا 7:30 نوصل 8. 7:30 الصبح الا عقب الفجر على طول مع شقة النوم. جعل بطن عدو يشق، حنا قصدنا 8 الليل. اما عاد 8 الليل يا عيال، سلامات يا اختي، رايحة عرس انتي. وين؟ انا عندك ذا التعب والتجهيز، تبينا نكشت في الليل، حلات البر في الصبح. اقول فاضي انت، قوم صباح الله خير. لا والله حلات الويكند نوم. فاضيين ذولي. والله. لحظة لحظة، انتوا ايش قاعدين تسوون؟ اجتماع تحديد مكان الكشتة. لا 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 لا، خلاص انا حجزت مكان كشتة مرة حلو، كشتوا فيه بنات خالتي السنة اللي فاتت. المهم ابرسل لكم اللوكيشن، وعلى كل حال قريب يعني بعد 10 دقائق من هنا بس. يا ابوي كشتين بالدايري ذولي. يلا بنات 3 2 1 تشيز. احنا وين؟ في الكشتة والجو يفوز. سلامات يا ابوي، جالسين في نص الشارع كاشتين ولا متعطلين؟ مالك دخل، هذا مكاننا، اذا مو عاجبك لا تقعد. بعدين وش ذا اللمبات؟ عرس عايدة. سوي تنكت انت طاقيتك اللي كانها غطا شطة. بعدين ما لومك، ما تعودت على الترتيب والاجواء. اقول يا ابو حمود، ما ودك تكمل نبلات رايحين؟ كون عنا بس مكاني. اجلس اجلس يا ولد الهاص. يلا بنات صوره صوره. لا 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 مو حلوه مو حلوه، اصبروا. نفس جو الاستراحة، ما في أي فرق، بس هناك بيننا وبينهم جدر، هنا سيارة. ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لأبو عبيد إيجار الاستراحة؟ أقول سمعنا شيء يا صالح، وفكونا من الاقتراحات النايمة ها؟ ودي بشاهي خفيف ومخدر بذتنكة، واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقبا، تمشي وتدق رقبا. يا الله وش الاغنيه القديمه ذي، من وين جبتها؟ هذه من مسرحيه المهابيل. اوه ذكرتها، اللي فيها خالد سامي الله يرحمه. الله يرحمه. تبين قهوة؟ لا مستحيل. ليش وشو؟ سيارات حرارية بعد؟ لا بس ما أحب أشرب كافيين بالليل، أخاف يسهرني. يا الله يا ليتني جايبة هوت شوكلت. شاكوش يصك راس العدو، يوم إنك ما تبين قهوة ليش خليتيني أصب؟ طيب وراك قلبتي علي، عادي خلاص اشربيها ولا عطيها واحدة من البنات تشربها، أنا بطلب هوت شوكلت من كيان. ملاك؟ نسيت التوصيلة، وشلون بنشغل الشوايه الكهربائية الحين؟ هذا أنت قلتيها كهربائية، يعني التوصيلة تجي قبل الشواية، شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة. لا 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 خلاص ما له داعي، اليوم بنشوي على الفحم. اوه نسيت الولاعة. يا ربي هذه اللي بتجنني. سلامات يا مي زهايمر، معليش وشو لا جاية معنا دامك ناسك اللي موصينك عليه؟ يا بنت الحلال خلاص روقي، طالعين ننبسط، الحين بطلب ولاعة. بس هذا اللي فالحة فيه، بطلب وبطلب، رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب؟ مرمانت عليكم وعلى اللي يطلع معكم. ها ها خير انت وياه؟ عندك فاهم يا لبا؟ اقول اذلف لاصكك من التلمس الحين. بديت المعصبين انا. تبون لفه؟ اكه اكه في الدكه.
تعالوا معهم العجل العجل. اسبوعين تجهيزات واخرات اغراضكم كلها طلبيات، طلعتكم ذي تشبه كل شيء الا الكشته. اوكي يا الرحاله يا طير البار، ذبيت خلصت الحين وش تبي انت وياه؟ لا 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 ما نبي شيء، بس لو تفكونا على طاولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها، وانتم روحوا على فرشتنا اطفحوا البيتزا ذي. اي والله هذا الاقتراح الزين، لانكم واضح انكم ما استغليتوها صح يا نيروبي. ذبيت خلصت؟ ايه. هلا والله، سلام يردف مليون سلام، لأحلى عمه بالدنيا. سلامات يا وحش. امشي قدامي شغل سيارتك، عندي موعد اسنان. اي بس انا توني جاي ومريض وتعبان. واذا تعبان ومريض يعني شو اسوي لك؟ امشي وديني يلا من غيرك وديني. اركض في ديتك. سك الباب. افا الموتر ما في بنزين، روح للمحطه وعب بنزين. اي صح صح. البوك البوك نسيته بالاستراحه. محفظتك نسيها بالاستراحه؟ عب الجوال. افا الجوال طافي شحن والشاحن ناسيه بالاستراحه. عامر لا تقعد تسوي لي ذي الحركات، ترى ماني معطيتك ولا ريال. روح للاستراحه جيب بوكك وشاحنك. مشينا. ابوك يا الزحمة. سلامات. مي البثرة واقفة عند استراحتنا. أبا جيس. هالمرة أبا صلح الاستراحة بلاش، لكن ثاني مرة بالفاتورة. الحين وش فيها المتخلف مقفل علي؟ ضاقت؟ والله ما المتخلف إلا أنت، لا تغلطين على عامر. معلش اسفه خالتي ام عامر، بس هو مقفل علي. ماني بخالتي لحد ولا لام لحد يسرقه. مقفلين علي وتغلطين بعد؟ وش قله الحياه ذي؟ انا قليله الحياه اللي ما تسحين على وجهك؟ علميني انت ايش جابس عند رجاجيل في الاستراحه؟ وش قصدك يا الجركل؟ انا جركل؟ عيب يا مي عيب، هذه بحسبة امك. بحسبة امي يا شايب يا العايب، ترى انا كبر بناتك. هدي هدي يا بعد حي. سلامات سلامات، وش فيكم؟ وراك تأخرت علي، خليتني اتناشب مع حد زارين ذولي. امش مشينا يلا امش امش. هدي هدي يا عم هدي، خلهم ينقلعون. هدي لا تفضحين. ارتبي ارتبي ارتبي. انا وريت السيارة ما تشتغل، شكلها ما فيها بنزين. اوف وبعدين يعني؟ يلا خلصونا ورا ما تنطمين يسلقه، لا اجي انزل الحين معطس معشوشة. خلاص يا عمه خلاص انا بتصرف. ابو عبيد. هلا. لا انت تعقف معي. يلا ورا ما تجين تدفين معهم يسلقه انت صيقاتك. بروح اجيب لكم بنزين واجي. وانا بقعد احتريكم انتوا بنزينكم، وقفوني تاكسي خلوني امشي. المحطه قريبه يا عمه. ارسبوا معي ننزل عمتك مشواره ونرجع نعبي بنزين. الريحه ريحه غنم. اكيد سياره غنم، وش تبي ريحتها ينسون مثلا؟ الله اكبر، ايش معرفكم انتم من ريحه الحلال؟ هذا رزق من الله. الحين الريحه الخايسه تلزق في عبايتي. وع وع. وانت صادقه يا عمه، حتى انا تلزق بثوبي. انا ما ادري وش شايفه نفسك عليه انت. احمدي ربك اني فاز لك. اب انت فاز لنا ترى بخشم الريال. يلا انزل تجركلك. يلا وش قصك بجركل؟ انزل هنا وافقع وجهك الحين. لا 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 ما لها داعي يا عمه. وانت تحط راسك براس حرمه. مشينا مشينا بس. ايش خليه خليه ينقلع. يلا يلا اقول لا تهايط. خليه ينقلع بس خليه ينقلع. تراك كبير سن. يلا 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 يلا.
يلا روح توكل على الله. حسبي الله عليك، الله لا يوفق، جعلك تنقلب سبع قلبات. خلاص لا لا تدعين علي يا عمي. خلا امشي امشي، الناس ناظر. حسبي الله عليك. ابو عبيد يدق، وش عنده؟ رد عليه شوف وش عنده. النشبه ذا يبيك. الو، هلا ابو عبيد. هلا عامر، شلونك وين عمك؟ ام عاد عمي، وش تبي انت؟ والله يا عامر يا بعد حي، انا ادري والله اني مخطين عليكم وحسرت بكبدي من نزلت لكم اليوم والله. وش عندك داق يا قليل المروه؟ ما تسحي على وجهك عقب اللي سويته؟ اذكر والله، اذكر والله يا الربع، والله اني نادم يوم نزلتكم اليوم. اصلا ما عليك شرها، لو انك كفو كان طلبتك بحق عند الرجاجيل. يا بعد حي يا عامر لا تزيد علي بالحكي، والله اني ادري اني مخطي، لكن ابشر بلحق وما يلحق، ذبيحه حق لك ولعمتك. ها؟ خلاص اوكي اوكي، لا تنسى الكبده والكلاوي. والراس والراس. والراس، جيب الراس معك بعد. الراس والشرعان، يجينا كبش الوطاي. دحين انت مسكت السفاح؟ قام يا واجب على هرش فاضي. ليه يعني؟ ما انا بكفو؟ مين انت بكفو؟ اقول المره الجايه تغطسين ونام احسن لك. يا ورع انتوا يا، انا احلامي بطولات وانتم حققوا احلامكم بالكود والبلايستيشن، وحلمي ذا ابى احققه. يا ابو ذا سفاح ما يلعب. عامر عامر انا معك. صاحي انت الثاني، يمكن يطلع كلامه صحيح، لا تضيع علينا الملايين. كفو يا كفته، خلهم هم يلعبون بلايستيشن وحنا نلعب بالملايين. يا حرام، بذوره في سن الزهور راح يروحوا ضحيه للسفاح عشان الفلوس. الخبر يقول مكافأة 5 ملايين ريال لمن يدلي عن معلومات تؤدي للقبض على السفاح. أقول لك حنا بنطرح السفاح براسه، تقول تدري بمعلومات؟ يا بوي أنا شايف كل شيء بالحلم. شوف شو يقول السفاح. يا سبك، مو بكل شيء تشوفه بالحلم يتحقق. يا بوي خليه، ما ورانا شيء. يقول لك أمشي ورا الكذاب إلى باب بيته. أمشي ورا الكذاب، أنت قلها زين بعدين تعال تكلم. شكلكم ما عرفتوا عامر زين. اخوي نبي شقه نحصل في العماره عندك. والله ما في شقه اخوي، ما في شقه سكن في العماره. يا اخوي حنا ندور لنا على غرفه شقه فيلا، عندك شيء هنا بالبيت؟ ما في. اخوي احصل عندك سكن شقه غرفه اي شيء. رحنا منه ومنه ما لقينا شيء. قلت لهم هذا سفاح بلا رحمه، لكنهم بلو ما يطاوعوني. طيب عزوز انت ليه تركتهم؟ حبيبي اتركهم واترك ابوهم كمان. حبيبي الصاحب اللي يوديك على المشاكل هذا عدو، عمره ما راح يكون صاحب. بعدين راح يجري ورا حلم عامر. خلينا نشوف نهايته من نهاية احلامه. مادي هلا، شو بغيتوا؟ البيت للإيجار؟ لا حبيبي مو للإيجار. يا ابن الحلال تكفى في زعلنا، صار لنا 5 ساعات ندورنا على بيت. يا ابوي يقولوا عندك بيت ثاني فاضي، خلاص أجرنا إياه وترى بخشم الريال. تبي الصدق؟ أنا ما بيجار زهجني، موقفي ملبقي مدري وش، خصوصا ذا المهبة اللي يدورون السفاح. بس عامر حلم إنه يقبض عليه. وعامر قوم راح لايمه تحقق. أنا عامر وما حد بيجيب السفاح إلا أنا، وعندنا خطة. أيوه وش ليه إذا مسكتوه؟ بنعطيك 5%. وش قلت؟ الجريمة الأولى كانت هنا،
والجريمة الثانية هنا، والجريمة الثالثة هنا. يعني السفاح يدور حول المثلث ذا ما يتعداه. شفت الخبر العزور قاعد يفضحنا بالتيك توك؟ وشو؟ أنا أقول نهون نرجع لاستراحة هزين. وأنا أقول إذا هونتوا بتدفعون إيجار الشقة كامل. يا أبوي ريح أنت وياه، ما إحنا بطالعين من هنا لين ما ناخذ الخمسة مليون، تفهم ولا ما تفهم؟ المهم يا إخوان هذا كفته كل شوية يطلب قسط قسط يا أخي، تعبني يا أخي، خلينا نقبل ونشوف إيش عنده. قفل البت اللي عندك يا أهبل. أيوه هاي كفته. حصلت السفاح يا سبايدر مان. بزر أنت بزر. بلا مبزرة، خلاص طف البث، الحين السفاح يشوف البث يدري احنا قاعدين ندوره. يلا بلاك بوت. يا عيال لازم نأمن وضعنا، الوضع مرة يخوف. عرف مسمار. هذا راح ارجح يا ستيمه، لا توهجنا مع الناس. صباح الخير، وين الفطور؟ قصدك مساء الخير، باقي شوي ونتغدى وانت تسال عن الفطور؟ وش تعلميني بهالثور؟ يسهر بالليل وين بالنهار؟ معليش كنت بصحى الصبح ولعلها هجت معي وتوني صاحي. انت يا بزر قومي صبي القهوه. ليش ما عندك يدين تصب لنفسك؟ هي سادزه وانا ما اصب لنفسك. انا ماشي مع مبدا الصغير يخدم الكبير. ليه؟ محرول ولا فيك شيء؟ أيوة شكله محتاج رش رشتين ضبط الأمور. طيب من اللي طق الباب؟ معاه درنب. كفتة أتحداك الأرنب البطل. العطر اللي أعطيتني خلاص، وزوجتي طردتني من البيت. مهبول أنت، معطيك كمية تكفيك أسبوع، خلصتها بيوم. لا يكون شربت يا الهطف. لا رشيته كله في ليلة العرس، كنت أبغاها تموت فيني بسرعة وتعشقني. تعرفني عامر أنا رومانسي، بس منسي. أم عاد منسي. أوكي أوكي خلاص دزها لبيتكم وأنا باخذه وأجيك أعطيك رش رشتين. يلا رح رح يا أرنب. يلا يلا لا يصدونك. أمش يلا. الحمد لله والشكر لله، الله لا يبلانا. يبا سن في عطر ضايع اللي ما شفته. لا ما شفت شيء. وش السالفة؟ وش حملة التنظيف ذي اللي طرت على بالكم فجأة؟ بعدين الزبدة في علبة عطر لونها أسود ما شفتيها؟ لا ما شفتها. بعدين أرجوك لا تعطلني عن شغلي. ابشري ابشري ولا يكون خاطرك الا طيب. ها سليمان خلص نظف هذا، روحي مطبه وقص المواعين. ما في بلاي ستيشن. ابشري عمتي ميري. وين عامر؟ اروح اناديه؟ لا 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 تعالي بس بعدين انا اشوف وين هذا ولد مجنون. النشبة ذايبيك، هلا وش بغيت؟ عامر الحق علي يا عامر، الربع تول اللي عطيتني خلصت والمدام رجعت تقلب علي. تكفى تكفى فزعل يا عامر تكفى. يا ابوي تزا الشغالة اخذت العطر، تفهم ولا ما تفهم؟ اسمع يا عامر ابو اعطيك 50,000 ريال على ربع تولة، بس تكفى تكفى دبرها لي وتصرف تكفى. اندف كويس يا ابو عامر.
مية مية. الحمد لله، كنت أنا أصابي تامرين شيء ثاني يا طويلة العمر. السلام عليكم. عليكم السلام. عجيب والله، وش انت لابس يا مهبول؟ لا ابد، بس فيني حساسيه ورحت للدكتور واعطاني ذا القناع. ميري ابيس شوي. ميري انا معلوم انت شي العطر، اعطيني اياه بالهداوه علشان ما افلم بس. اوكي عشان أدر أنت، عشان بابا حاتبت أنا. والله لو تتسبحين بالعطر ما تشمين من أبوي ولا ريال، أعرفه ما ينفع معه لا عطر ولا أسلوب. إذا ما أنت مصدقتني جرب يطلبي منه 5000. أها أبو آمر، سمي يا خلفهم. أنا أبغى 5000 ريال. والله لو تبين هذا لا زيادة على الراتب شو تحصلين. ما قلت لس، أعرف أبوي زين، كل شيء ينزل فيه إلا الفلوس، لو بغيبوبة يصحى. الزبدة أنت كم يبيرس وتخلصين بيتس؟ 20000 ريال وتكت عشان أنا أسوي سفر، بعدين أنا حاتك قطر. أبشري بعزز، دس 20000 وتذكرة فوقها. وهذه 20000 ريال والتذكرة دزيتها لك بالواتس. تعال والله لوسي يوحشني يا شيخ، صدقين طول الطريق وانا افكر فيه ومشغل اغاني عبد المجيد. شخبارس شعلومس، عسى ما استنكرتي بس بعد التطعيمه. اقول لك شلونك انت طيبه، شلون الوالد عسى طيب؟ هذا بابي. بابي ايش تقصدي؟ ما درسناها هذه، يعني اقرب لس. بابي يعني ابوي. ها بوس، ما شاء الله. أنا كنت أحسبه بريكنج باد. أتحداك الكشخ البطلة، طق النظارات والقفل والحركات والكاب والمركات. هلا والله، شو أخبارك يا عم؟ عساك طيب، عساك مرتاح. الله يحييك. عموما تفضل تفضل، الله يهديك، تفضل. خذي وراه مائل يمين حاط مفاتيح. أوف 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 أوف، مجلسكم كبر بيتنا. عادي أنا والعيال نجي نلعب 11-11 كورة. أتحداك المجلس البطل. الحين إذا جاء واحد وجلس هنا، واحد جلس هناك في آخر المجلس وبغى يسلفون، يدقون على بعض جوال. تفضل 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 يا عم. سم. أنا استاذن. يا عمري، أقصد يا عمري يا لوسي، مشتاق لها كثير. تبي أخليها عندكم؟ لا 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 لا، أخاف تفقدس وتبدأ تطلع أصوات تزعج عمي. خلكم كلكم. أيوة، علمينا من بدري، هذا خوس. لا هذا القهوجي. معاد محترميني. أنا بروح وأخليكم تاخذوا راحتكم. يا بنتي يا ريما الله يهديك، الآدمي هذا ما راح ينفع لك. وليه ما راح ينفعلي؟ كيف حكمت عليه يا بابي؟ يا بنتي لا هو من ثوبنا ولا احنا من ثوبه، وبعدين الولد هذا غير راقي، وانت ما شاء الله عليك راقية ومثقفة، وألف نية أتمناك يا بنت الحلال. كفاية غصبتين على ولد عمي فهد، دكتور دكتور دكتور، وآخر شيء لا احترمني ولا احترم حبيبتي لوسي، وطلقني من ثاني أسبوع، ما راح أتزوج إلا عامر. طيب أنا معك وبمشي على اختيارك، ما في مشكلة، ولكن بشرط. قول واعتبرني موافقة. عطيت وضعية المحترم أبد ألك وش لعبتي. يا سلام عليك. طيب وش قال لك؟ خد معي وقدرني وقال يا قهوجي يا قهوجي، وراك تناظر أنت قهوجي؟ إيه، قال لي أنا مو بنت. أوكي. الزبدة ويجي القهوجي يقهويني ويجيب القدوع ويحطوني بصدر المجلس. حلو، إلى الآن خطتك في الصميم، متى بتخاطبها رسمي؟ بعد دورة التكتيك. دورة التكتيك؟ أنت وجهك بتخاطب ولا بتصير مدرب الهلال؟ يا ابوي وش عرفك أنت؟ ها
هذه دورة يسوونها الكوش قبل الزواج. تكتيك؟ قصدك إتيكيت. وهلأ يا عامر بدك تفهم شو معنات الإتيكيت. يعني إذا بتفوت على مجلس كله ناس، أول شيء بتسم بتقول مساء الخير. مساء الخير وصباح الخير وبنجور عندكم أنتم، حنا عندنا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين قل اللي تبي. ما لنا مشكلة يا خي، ما لنا مشكلة. بعدين بتقعد بالمكان اللي بيختار لك إياه المضيف. بتقعد هيك. سلامات يا أبوي، تحط رجلك بوجه الرجاجيل. نزل رجلك وحشم رجال. نزلها. ما لنا مشكلة يا خي، ما لنا مشكلة. طبعاً أنت بعد ما بتقعد، هن راح يسألوا شو حابب بتشرب أستاذ عامر؟ أنت هون بتختار. بدك شاي، بدك قهوة، بدك عصير مثلاً، شو ما بدك. رايح كافي أنت تطلب. مالك كل القهوة والقدوع، بعدين تخش بالشاهي. مانا مشكلة يا خي، اللي موجود. وهلأ يا عامر إجا دور الأكل. الأكل شغلتين، بس تفوت على طاولة الطعام ما بتروح دغري على الدجاج وعلى السمك وعلى اللحمة، لا، بدك تفوت على المقبلات، حمص، بتوش، ورق عنب. بتغز هيك وبتقطع باليمين هيك وبتاكل هيك. سلامات، عزيمة مشاوي حمص وتبولة. وين الشحم واللحم؟ وين المفطح؟ يا خي أنا شحمة ولحمة وهيدا مفطح، شو؟ عرفك أنت بالمرجلة. اليوم بعطيك دورة في المرجلة. لا منك جيت عند الرجاجيل، لا تقعد تمط بالكلام، لا جيت تمشي، ارفع صدرك كذا فوق، خلك رجال، أوكي؟ فهمين عليك، قدام. خير أنت أفعل شر أنت تلقى. تراك زلابة إذا ما أخذت حقك من ذا الورع. خلوني أطلع يا عيال، خلوني أطلع. إذا ما أخذت حقي، ما أكون ياسر. الله لا يحطني مكانك بس. يا رب، يا رب حطني في مكان ياسر. شوف الجريش والقرصان والحلويات يا حظات. أسمع يا ياسر، أنت بتتنازل عن حقك حتى لو تدوك 10,000 ريال. اللي ينضرب يعطوه 10,000 ريال. إيوة حبيبي، ومدي يطلب اللي يبغى حتى لو 100,000 كمان. يا عيال اطلعوا اطلعوا، امي واختي جايين. يلا يلا يلا. في امان الله. مع السلامه. ما تشوف شر. في امان الله. هلا هلا والله فيكم. الحمد لله على سلامتك يا ياسر. الله يسلمك يا رب، ان شاء الله من كل شر. ما تشوف شر يا ولدي، والله أنا مستحيين منك، بس إن شاء الله أنك طيب. وين طيب يا خالة؟ وين طيب فيه بس؟ ولدك، ولدك غدر فيني. السلام عليكم اخوي عامر. اقول لك انت اخو مناهل. اي انا اخو مناهل. ها حق استراحه ربع. ايه هيا هيا نادي اختك، خليها تجي. هيا هيا اقول لك، هيا هيا نادي اختك. هيا مالك؟ ها نادي اختك. هيا ماله هذا ما يفهم؟ ادخل مناهل، ما انتو بتوصل عند الباب. انت ايش تبي؟ جيت اسال اخوك عنك عشان يضربني، بس طلع غبي. مريض انت؟ اقول انقلع بس. مساء الخير ياسر، دريت انك طلعت من المستشفى وحبيت اطمن عليك. هلا والله مي، هلا وسهلا. لا الحمد لله انا بخير. هلا مي، هلا ومرحبا. لا الحمد لله انا بخير. ابي اطلب منك طلب واتمنى ما تردني. ابد، سمي امري. وش تبين؟ ابيك تتنازل عن اخوي نواف، امي متقطع قلبها عليه.
أبد تامري نمر ومن عيوني يا قلبي أبد. اليوم بروح وبتنازل إن شاء الله. عندك قلاعة؟ لا معايا شنطة إسعافات أولية. صاموني أبو شكله. لو سمحت لو سمحت، فين الحلويات والجريش اللي كانت مثل عنده ياسر؟ أخوي حنا ما لقينا لك سرير للآن عشان تجيك الحلويات والأكل. طيب فين اللي ضربني؟ اسمع أبغاك تقول له جهز لي 10 علب إلا ما راح أتنازل. اللي ضربك نحاش ولا حد يعرف عنه أي شيء. اطلب الله. أبو شكله خالتي تشوفهم أنا دخلت بمتشان وهمبو، تقول بواحد هناك بالزاوية ناظرا، واثنين منهم على لقيب المروحة، واحد منهم وجهه كذا سايح. كفاية بالله عليك كفاية، عشان كذا ما أحب أطلع معاكم بالران، خروجكم تخوف. شكوش وش فيك خايف؟ تراهم مثلنا. مثلك أنت وأشكالك. أنا مرة قابلت الجنيات. بعدين أنا مرة قابلت الجنية. هذه حقتي. إي صح، أنا مرة دقت علي جنية يا عيال. الو هلا وش تبي؟ سم يبا سم ابشر. لا ابشر الحين اجيك يا ابوي. جو الرعب ده ما ابغى. تركي شايف هذول؟ كل ما نطلع البر ويجي الليل يتكلم عن الجن على الحنشان. يا ابن الحلال خل اقول لك سالفه بعد. شف انا قاعد اذبح الذبيحه دي واصرخها واسمع صوت الظاهر انه طالع من الذبيحه شوي. لو يهو لاحق على اهلك اتعشى وبعدين جيب لهم الغاز. لا يا شيخ تبيني اسحب على اهلي علشان عشاء؟ تبطي والله. اوصلك. ما يحتاج يا ولد العم سهالات. امان الله يا عيال. امان الله. موفق. وصلني معك. وين؟ قدام شوي. انت وش جابس خلخلة هنا يا خالة؟ ما تسمع صوت الذيابة؟ ما عاد بعد ذيابة. الظاهر انهم راحوا خلاص. وقف قدام هناك وقف. ابشر اوقف هنا خلاص. طيب اي هنا هذه فينا. وقف خلاص وقف. طيب الحين اوقف. شكرا انقذت حياتي. العفو ما سوينا شيء. خلاص امشي. دقيقه لازم اكافئك. ما يحتاج انا بستر. خذ ازرع هذه راح تنبت لك احلى نبوت سيف ما قد ذقته بحياتك. فاضي انا. وش قلت؟ لا انا اصلا اموت في نبوت سيف. احب حتى ابوي كل يوم ياكل 10-15 تمره. خلاص اخذها من البيت. شكرا ما قصرت والله يا خالد. تبيها تنبت ذهب؟ ساعة
سرعة التفاعل الكيميائي ايش نقصد فيها؟ نقصد فيها انه لكل تفاعل كيميائي سرعة محددة، نقدر نزودها وننقصها حسب الظروف. ارفع يد قبل لا تجاوب. بعدين ما انت ملاحظ دائما تقاطعني قدام زملائك الطلاب؟ عيب عليك، ايش رايك تجي بمكاني واروح مكانك؟ ندري انك فاهم كيمياء. ما اقصد يا استاذ، بس الكيمياء لعبتي واحبها، وعندي موضوع بسيط ابيك تخدمني فيه. اي موضوع ما يخص مادة الكيمياء تعالي بعد الحصة. خلنا نكمل الشرح لزملائك. يا استاذ الموضوع يخص مادة الكيمياء، بس انت هد هد واسمعني. ابيك توديني المختبر، عندي تجربة واثق بالنجاح من زمان. اختراع ايش؟ اختراع محلول يحول الورق الى قماش. الموضوع دارسه يا استاذ ومدركة، بس احتاج تطبيق علمية. تكفي يا عامر بن حيان. عامر بن حيان قوية والله يا استاذ. من زود الحماس بيصير عالم خوينا. بس انت وياه، اقطع الصوت خلينا نكمل الدرس. نزل معنا المسح اليوم العالم عامر بن الحيان براسه. اقول دزها انت ويانا يقوم البوكس الحين. عالم رحيم ضربات، عالم طرق عن خشمك، تفهم ولا ما تفهم؟ تعاقب تعاقب انت. تعال يا ابوي اهدى، سيبك منه. معلك منهم يا عامر، حرام توسخ يدينك على المبزره، اسفهم بس. اي والله صادق. اسكت يا طالب انت ويا. خافوا مني، المسؤوليه صعبه. التجربة دي مسكت براسي، مسويها يعني مسويها يا عيال. كفو عليك يا عامر. أقول هد ها، وين بتسويها يعني؟ مثلا في بيتكم؟ يا ابن الحلال يبغى لها مختبر، يبغى لها معدات، صمها وأنا أخوك ها؟ أقول صمها أنت بس، وش اللي معدات؟ توظم موتر أنت؟ اسمها أدوات مختبرية. يا ابن الحلال وش دراني؟ أنا أكره مادة عندي في ذا الدنيا ذا الكيمياء، ما أدري وش اللي حببك فيها أصلا. مو بشغلك، أوكي؟ يا عيال، الحل عندي. تعالوا معايا. عمي كفتة في آخر الليل كده، ما في أي مخلوق، أفتح لنا باب المدرسة وروح. لا لا لا، هذه خيانة للأمانة، النظام نظام. أما عام خلوا علم يا عيال، كفتة واللي يسدد عنك قطة الاستراحة لمدة سنة. ساعة كم تبغوا؟ أفرس يا حبيبي، لعبة الكيمياء وكفتة مشينا. يا عيال دسبها، شكله سحب علينا. فال الله ولا فالك، قول خير. دلخ انت ساعة عشان تفتح الباب. أقول لك احترم نفسك ولا بمنعك من دخول المدرسة بكرة. عمي كفتة، ما هم مشكلة، دخلني الحين وبكرة لا تدخلني. هي هي سكر الباب. لحظة، تبغون تروحون غرفة المدرسين؟ فيها ثلاجة مليانة أكل، جيب، بيض، تونة، مربى، كل شيء. أنا من يوم ما شفت عيال أقول جبن، بيض، أقول أمشي قدامي، أمشي قدامي يا ورع. الباب مقفل والمفاتيح معايا. طيب يا كفتة يا حبيبي، أدينا المفتاح. يا أبوي مفاتيح مدارس الرياض كلها ذي. طيب كفتة حبيبي، تعرف مفتاح المختبر من ذولي؟ أيوة. وينه؟ من ضمن هذه المفاتيح. يا عيال ما في وقت، خلونا نجرب واحد واحد إلين ما نلقاه. يلا المفتاح. أقول نأجل الموضوع إلينا الفقي ده يجيب المفتاح. ما أنا بطالع من هنا إلين ما خلص التجربة. لو أكسر الباب يا خبي أنت وياه، طلع الباب مفتوح. تفضل يا عامر لتستلم الشيك بمبلغ 5 ملايين ريال مكافأة المساهمة.
في القبض على سفاح منفوح. كم يا عامر؟ كسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كسل؟ زين انك قومتني باخر الحلم. يبا حلمتني مسكت سفاح منفوحة واعطوني مكافأة. حلم الضبعة. كم سل مس كم؟ ابوك التحطيم. دحين انت مسكت السفاح؟ قام يا واجب على هرش فاضي. ليه يعني؟ ما نبكفو؟ مين انت بكفو؟ اقول المرة الجاية تغطسين ونام احسن لك. يا ورع انتو يا انا احلامي بطولات وانتم حققوا احلامكم بالكود والبلايستيشن، وحلمي ذا ابى احققه. يا ابوي ذا سفاح ما يلعب. عامر عامر انا معك. صاحية الثاني يمكن يطلع كلامه صحيح، لا تضيع علينا الملايين. كفو يا كفتة، خلهم هم يلعبون بلايستيشن وحنا نلعب بالملايين. يا حرام، بذوره في سن الزهور راح يروحوا ضحيه للسفاح عشان الفلوس. الخبر يقول مكافأة 5 ملايين ريال لمن يدلي عن معلومات تؤدي للقبض على السفاح. أقول لك حنا بنطرح السفاح براسه، تقول تدري بمعلومات؟ يا بوي أنا شايف كل شيء بالحلم. شوف شو يقول السبا. يا سبك، مو بكل شيء تشوفه بالحلم يتحقق. يا بوي خليه، ما ورانا شيء. يقول لك أمشي ورا الكذاب إلى باب بيته. أمشي ورا الكذاب، أنت قلها زين بعدين تعال تكلم. شكلكم ما عرفتوا عامر زين. اخوي نبي شقه نحصل في العماره عندك. والله ما في شقه اخوي، ما في شقه سكن في العماره. يا اخوي حنا ندور لنا على غرفه شقه فيلا، عندك شيء هنا بالبيت؟ ما في. اخوي احصل عندك سكن شقه غرفه اي شيء. رحنا منه ومنه ما لقينا شيء. قلت لهم هذا سفاح بلا رحمه لكنهم بلو ما يطاوعوني. طيب عزوز انت ليه تركتهم؟ حبيبي اتركهم واترك ابوهم كمان. حبيبي الصاحب اللي يوديك على المشاكل هذا عدو، عمره ما راح يكون صاحب. بعدين راح يجري وراه حلم عامر. خلينا نشوف نهايته من نهاية احلامه. مادي هلا، شو بغيتم؟ البيت الإيجار؟ لا حبيبي مو للإيجار. يا ابن الحلال تكفى فزعلنا، صار لنا 5 ساعات ندورنا على بيت. يا ابوي يقولوا عندك بيت ثاني فاضي، خلاص أجرنا إياه وترى بخشم الريال. تبي الصدق أنا ما بيجار زهجني، موقفي ملبقي ما أدري وش، خصوصا ذا المهبة اللي يدورون السفاح. بس عامر حلم إنه يقبض عليه. وعامر قوم راح لايمه تحقق. أنا عامر وما حد بيجيب السفاح إلا أنا، وعندنا خطة. أيوه وش ليه إذا مسكته؟ بنعطيك 5%. وش قلت؟ الجريمة الأولى كانت هنا، والجريمة الثانية هنا، والجريمة الثالثة هنا. يعني السفاح يدور حول المثلث ذا ما يتعداه. شفت الخبر العزوز؟ قاعد يفضحنا بالتيك توك. وش هو؟ أنا أقول نهون نرجع لاستراحة هزين. وأنا أقول إذا هونتوا بتدفعون إيجار الشقة كامل. يا أبوي ريح أنت وياه، ما احنا بطالعين من هنا لين ما ناخذ 5 مليون، تفهم ولا ما تفهم؟ المهم يا اخوان هذا كفته كل شوي يطلب قسط قسط يا اخي، تعبني يا اخي، خلينا نقبل ونشوف ايش عنده. قفل البت اللي عندك يا اهبل. ايوه هاي كفته. حصلت السفاح يا سبايدر مان. بزر انت بزر بلا مبزره. خلاص طف البث الحين، السفاح يشوف البث يدري احنا قاعدين ندوره. يلا بلا نكبات. يا عيال لازم نأمن وضعنا، الوضع مرة يخوف.
ويلكم جيرلز وات ذا سليبر توداي. انت ورا ما تسكت الله يصلح قلبك. قصده وات ذا بيست سيلر عندكم؟ اي نفسه وات ذا سليبر. عندنا مشروب جديد لسه نازل اسمه جارليك كوفي. جارليك كوفي؟ واو وشو ذا جارليك كوفي؟ هذه قهوه بالثوم، قهوه خاصه فينا، يعني فكره مبتكره وجديده. ما شاء الله جميل فكرة حلوة بس إيش رأيكم لو تحطون مع شوية بصل شوية طماط يعني وتكشنونها شوي كذا بعد إيش الخنبق اللي حنا فيها يا أختي؟ تو غارلي كوبي شفت ترى كل الناس يطلبونه. أبا لا ستة غارلي كافي سبعة بدون كشنة. Thank you. الحين يا عيال وصلنا للمرحلة الأخيرة، رحلة البحث عن طاولة فاضية. ابلش. أقول يا حلالا يا مهيلة بس، ولا أنا وش لي بشق ذا كله؟ أسمعوا، نتوزع في كل المكان، وأي واحد يحصل أي طاولة يحجزها. بنتو، انتشر منك. أنت، تعال معايا. ما شاء الله تشجع النصر كويس استمر ما تغير. مطولين انتم؟ ايه مطولين. طيب ورا ما تغيرين الكاس حقك كله روج مو بشغلك. وانت شو وضعك؟ مطول اكثر منه. ايه منيح خلك هون. لو سمحت الطاولة هذه حقتي. ها ايش يثبت لي انه الطاولة هذه لك؟ ما تشوف مفتاح السيارة حقتي هنا؟ طيب ليه ما اخذته معاك؟ يقلع ذا الاشكال. يعني انا ما ادري الروقان هذا اللي فيك منين جاي؟ مركز قاعد تقرا كتاب وسط هالزحمه عالم تسولف مبسوطه اغاني. لو سمحت لا تقاطعني يا ابن الحلال. تراك حاجز طاوله تاخذ 5 اشخاص. وبعدين يا اخي اذا فاضي خذ لك شاي حليب واقرا كتابكم هذا في البيت. ساقرا الفصل الثالث وحينما انتهي سانصرف وبعدها يمكنك الجلوس. اغرب عن وجهي. اغرب ولا اشرق؟ انت ليش محسسني اني انا اكلم كول سنتر؟ وبعدين بصراحة ما شاء الله لا إله إلا الله ملامحك مستفزة. شش شو ليش قاعد تكلم حمار أنت؟ نعم في شيء؟ سلامتك يا أبوي ما في شيء. خير؟ شو فيكم طالعين كذا؟ العين بحر ولا؟ قومة ما راح نقوم لو تسنترون في ذا للفجر. ما ورانا شيء يا أبوي معاك للآخر. والآن انتهيت من الفصل الثالث يمكنك الجلوس في أمان الله. يا شباب ما بغينا نلقى طاولة يا عيال. لو ندور حجز رحلة الرياض جدة في ويك إند إنه أسهل من تلقى حجز هنا. وح الله يديم النعمة. وش ذا؟ ولا حق المدح اللي من حولنا. يعطيكم العافية 5 دقائق ونقفل. الله جابت مشروبكم شين ولا جاز لنا. بالعكس مشروبهم حلو. معليش يعني هذا المخلوق ترى مو مقياس على فكرة. تراه يأكل كل شيء حتى القراطيس. تمام إذا عندكم أي اقتراحات حطوها في صندوق الشكاوي. تعالي سلامات بتخمين أنتي. عندي لس فكرة أحسن. وش رأيك نترك ملاحظاتها في تقييمات جوجل ماب؟
ايش رايس؟ ايه لا ايش دعوه يعني ليش جوجل ماب؟ ليش الافوره هذه؟ بالعكس انتم زبايننا، المكان مكانكم، اعتبروا الفاتوره هذه على حسابنا. اعتبري نفس مستوره. تفضل. الهطب نور نور محلنا يا زول، احلى فول واحلى تميز ليك يا زول. تفضل تفضل وكل احد يجيب طلبك الثاني. الحلال حط الطلب وانقل هناك. يعني هطب وتامر علينا؟ والله دي حاجه غريبه. يلا يلا كومنتي، الكل يكتب ياسر الهطب يا هطب. والله العبد في لعب، شوف 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 كل التعليقات كاتبين هطب. شوف وجهك يا محمد، يستاهل مسوي ظريف وتوهق مع ذا ملسونه. الله يسد نفسكم ويسد نفس كفته معكم. يا حبيبنا يا غالي، ها والله هذه المشكله دي، يعني هطب وحرامي. والله دي حاجه غريبه دي والله. انحشرت يا هطف. يلا يلا كومنتي، الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. عامر والله العظيم زبدت لخويك زبده. يوه والله رحمت اخويك ياسر، شلون نقمت من عندك قبل لا تدور عليك؟ خاصه تدور علي، اصلا ياسر كان بيرد عليها بس الدلخ كفته فصل المودم وانقطع النت. يا سبحان الله، ما انقطع النت اليوم قالت لخويك يا هطف وضحك الكومنتات. سلك لخويك يا ابو. اهجد علشان ما اخلي الصمولي وافطر عليك، تفهم ولا ما تفهم؟ ايه شاطر تهايط علي انا، اما خويك هم جالسه تحشرنا ملال ما شفناك. اخس والله طلع لك صوت يا ورع، الظاهر يبي لك تاديبا. خلاص خلاص اهجدوا، قم سليمان روح غرفتك يلا. اقول عامر اسمع، ترى الموضوع والله مره كبير، شوف كل الحسابات الاوامر قاعدين يتكلمون عنه، شوف شوف ناظر. وصاير سالفه خويك ياسر على كل لسان. هبلش. شوف ذي بعد. وانتبهوا يا بنات من الرجال، كل الشباب غدارين، يو 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 ما لهم امان. واقرب دليل صاحبه اللي كان جنبه قلب على الهطف يضحك عليه بعد ما حس انه موقفه ضعيف. ليش شدت هذي؟ كل ذا عشان بث تيك توك؟ الحين جاء دورك، لازم توقف مع خويك وتلقى حل للمشكلة قبل لا يكبر الموضوع. طيب وش الحل؟ أنا أقول لك. لا 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 يا أبوي، الموضوع مزري وزاد عن حده، الحفلة كلها عليك يا ياسر، لازم تشوف لك حل. طيب وش تبيني أسوي؟ اطلع معاها بث واعتذر منها. يا عيال سكتوا ذا تكفون، سكتوا ولا ادفنه في الارض الحين. ياسر اهدى اهدى اهدى، ايش فيك معصبي بالحلال؟ تدري عاد، تدري عاد ان مشكلتك سهله وحلها بسيط جدا. شوف سوي لك عمل خير كذا وصوره وثقه ونزله في التيك توك، اوكي؟ مثلا مثلا يعني اصبغ لك جدار مدرسه، طيب وزع مويه في المساجد، واقول لك سدد فاتوره انسانيه، بس لازم تكون ايش؟ متاثر. صدقني راح يتغير اسم ياسر الهطف إلى ياسر الكفو. عز الله أنك جبته. السلام عليكم. عليكم السلام. إيه درج أنت ورا ما ترد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنت ورا ما ترد على جوالك. يا ابن الحلال مصمت، أشغلتني ذا الإشعارات، وش كنت بي؟ لقيت لك حل لياسر هطف. ما أحتاج حلولك، تركي عطاني حل يحب قلبك. قال لي سو أي عمل إنساني وثقه في التيك توك، كل اللي قالبين عليك يرجعون يحبونك ويعززون لك. سلامات يا ابوي، هذا اسمه نفاق، لانه عشان الناس مو علشان ربي. بعدين ما لقيت حل الا من تركي، تركي نصاب ومهايطي. اسمع الحل اللي عندي البطل، امش معي. البوم الرابع هذا شلون فاز ذا؟ يا رجال حاطم بوتات ولا تسمى فاز هالهدر. الحين متاكد ان هذا هو اللي بيلقى لنا حل يا عامر؟ ايه متاكد اهدادا. تكفى عامر تتكلم معه انت، وضع موترني مره واخاف اجيب العيد. خلاص انت لا تصير ورع، هات هات. الحقيقه يا اخ جورجيو. جورجيو اسمي جورجيو، لو كررت هالخطا مره ثانيه اقفل الاجتماع هذا كله وامشي. الحقيقه يا اخ جورجيو كذا صح، ما كان لها داعي انك تنشر الهوشه اللي صارت في البث. الله يهديك انت بخور سوق، ما ترتاح لين انتشر كل شيء. ولا انا ما كان ودي انشر، بس منال منال هي اللي ضغطت علي، سوت مونتاج وقصت المقطع وارسلت لي وقالت انشر انشر، وانا ما اقاوم النشر. الله لا يوفقها، حتى ذولي مكلمتهم. ذولا ما يحتاج احد يكلمهم، اي شيء انا انشره على طول ينشرون بعدي،
على الريحة ولا لا؟ ألا. طيب وش الحل الكائن اللطيف ذا؟ ترى ذبح التنمر. شوف في حل بس بالأخير هو مجرد اقتراح، تبي تسويه ما تبي تسويه أنت حر يا أخ هطف، قصدي يا أخ ياسر، أنا لو منك أصور مقطع فيديو وأرد عليها وأحط حد للي صاير. طيب وش تبيني أقول؟ شوف لك أي عذر، قل أنا ما أنزل لمستواك، أنا ما عندي وقت أضيع معك، أنا متربي وولد ناس وما عندي وقت للمهاترات. مع أنها والله ما تمشي، يعني اللي شافوه الناس واحدة حشرتك وأنت انحشت من البث. والله ما انحشت يا ابن الحلال، واحد من العيال الله لا يوفقه إن شاء الله فصل المودن في نص البث. حلو، اطلع وقل الصدق، مو بيقولون الصدق من جاء، قل واحد من العيال فصل المودم وأنا كنت بسوي وبفعل وبفعل بس صار اللي صار، سوي المقطع وضبطه ومنتجه وارسله لي وابشر بالنشر. وذولا يا ابن الحلال قلت لك ذولا لا توصي، أي شيء أنشره هم وراي على طول ولا لا؟ يلا الرمش له فيا يا حي من جانا ويا زينها من جيا، نمد لك يا ضيف فنجالنا على الكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف. الفطور وصل. خلك من الفطور الحين، وراك ملبس طقم المنتخب. انا اليوم اشجع الانجرتي. يا فجي اول شيء الطقه صح يا خاين. انا ارفض هذا الوصف، انا مساوي وقلبي مع الاسطوره ميسي. والله لو درى ميسي انك بتشجعه نعتزل كوره بيصير خباز. انا يا ملال هزيمه انت وهالميسي. يا ابن حلال هذا مو ميسي هذا خسي. طالع يا عيال كنا فجل. بعدين وراك رافع الشرطي لهنا معامله لهم. ركاب كله يسار وش الوضع؟ ها مقهورين جمهور المنفوخ كريستيانو. تكلمنا حنا ياوا. تعال وراك حاط مناكير. اوه صح جزمتك. حاط مناكير. تعال تعال. ابو الوانك يا شيخ انت، افصح افصح الجزمه، افصح افصح الجزمه يا ابوي داخل المجلس، افصح من خاصي الفطور. رح رح على طول. اجلس انت. وش التشكيله الخايسه؟ ما بقي راديات تدربهم، وين العمري وين الغنام؟ يا حبيبتي طبيعي، افضل لاعبين في السعوديه هم لعيبه الهلال. لعيبتكم لو لعبوا بيفشلونا قدام العالم. اقول استحي على وجهك لا خليك تشوفين المباراه من المستشفى. فكيني يا الوقحه. يا بنات عجزت القى القناه اللي ناقله المباراه. سلام عليكم، خلوا الفرحه بايديكم، ابشروا بالخير يجيكم. ها 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 وش اللي جايك؟ حطوا المباراه بسرعه الوطنيه اليوم مليون. لا 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 لحظه بس عشان استوعب، مناهل اللي ما اداني طاري الكوره الحين تبي تتابع مباراه؟ يا اختي وش اسوي، انت متخيله ان ميسي قاعد يلعب معانا وفي كاس العالم؟ لا 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 مو طبيعي، التويتر مولع. حطوا القناه بسرعه. اصبري من اليوم قاعد ادور عليها. ها ها بنات خلاص لقيتها. ايوه يا احبه الكرام مشاهدينا هلا والله، اتحداك التشكيل البطله، اهم شيء ولا لاعب من اللي بالي بالك يلعب اليوم. حسان من الشباب وفراس من الفتح والباقي من الزعيم العالمي يا ابوي. اهم شيء اصمل على كلامك الطاقيه، مو بذا الزخنه خمسه سته تقول ما لي دخل. وربي قهر ليه ما لعب العبود؟ نبغى واحد من الانت في التشكيله. مهي مشكله، المالكي من راح مع الهلال ما لعب ولا مباراه، تقدر تعتبره للحين مع الاتحاد. خلاص انكم جرات انتم، كملوا يا عيال فضولكم كملوا. اصلا هذه المباراه تمرين بالنسبه لنا. ما لكم تشبحوا؟ افطروا هيا افطروا. طيب طيب. هلا والله، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. وش تبي انت؟ هلا عامر، بدأت المباراة ولا باقي؟ هلا والله وحيد. من ذولا؟ هذول اخوياي الونيس ومشاعل، توي تفرجون مباراتي عندي لكن للاسف ما عندي اشتراك، قلت مالي لاستراحه العيال. سلامات، تبي تسوقها علي انت؟ المباراه منقوله بالمفتوح، راح اشوفها ببيتكم. يا ابن الحلال تعال يا عامر، خلاص وصلنا، بعدين نبي تشجيع ونبي حماس، يلا يا عيال. مساء
مثل هذه الأيام عشقنا كرة القدم، جيل 94 وصول دور 16، العبران وسام الجابر والدعية مخلدين في الذاكرة إلى الآن، جيل سالم وسلمان والعويس يستحقون الوصول والفرح يا عامر، أكثر من مليار شخص ينتظرون هذه القمة، مثل إيطالي يقول كوراي معناها تحلى بالشجاعة، كوراي لشخصيتكم، كوراي ل 40 مليون خلفكم، المباراة هذه لو فعلتوها في لوسيل 86 ألف متفرج حتبقى عالقة في الأذهان 20 سنة مقبلة، اليوناني يورو 2004، كوريا 2002، بورتو ويفا تشامبيونز ليج 2004، ما حد توقع هذه الأمور، البرتغال يورو 2016، صعبة بس ما هي مستحيلة، لجل هذه الأيام عشقنا كرة القدم، عامر احتاج قلبك، تصفيتك، صوتك العالي، اليوم كلنا وقود للأخضر السعودي، فاموس، فاموس، فاموس عامر، فاموس عامر، الصعوبات وجدت لكي نتجاوزها، فاموس، 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 فاموس. يا اخي لك 8 سنين وانت ناشب لي هنا يا اخي، مباراه الهلال واوراوا، مباراه الهلال وسيدني. يا اخي ليش مستقعد لي يا ابن الحلال؟ ولا علشان هلالي وانت نصراوي؟ اليوم مباراه المنتخب تكفى باستئذان، مو عشاني، عشان الوطن. النظام يقول الساعه 2 ينتهي الدوام، ولا تبيني اخالف النظام؟ لا تخالف النظام يا ابن الحلال، بس الساعه 2 بيفوتني الشوط الاول ونص الشوط الثاني. منك دقيقة بس. هلا والله، حلو حلو، أجازة رسمية من الحكومة. شف شف، ما قاعد أفتن عليه. شف بلا، عشان نيتك سودة، لو إنك سامح لي قبلها بدقيقة كان كسبتها جميلة عن طيب نفس. بكل أدب بكل احترام، السلام عليكم. اهب يا وجهه،